مشاهدينا اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامجكم الشهري مع طروب. تعرفنا من خلال الحلقه السابقه على معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي بالمغرب وكيفيه الولوج اليها. موضوع حلقتنا اليوم مشاهدينا يتعلق بالمجموعات الموسيقيه التابعه لهذه المعاهد، فللتعرف عن قرب مشاهدينا على هذه الانشطه تابعونا. بالنسبه لهذه المجموعه يعني كتحور بالنسبه لواحد لو ستيل ديال الجاز ولا واحد الفرقه كتكون مصغره وكتضمن يعني الات نحاسيه والات خشبيه والات مثل البيانو مثل الجيتار، يعني ملي كتضمن كتضمن يعني امهر العازفين باش كي يعني انه بيحاولوا يشتغلوا يعني قطاع تيكون في المستوى، يعني تتكون نخبه ديال موسيقيين عالميين تيكونوا تيكونوا خادمينها، وكذلك تيكون اجتهاد يعني بالنسبه للعازفين. يعني خطرت تلقى انه كيكون شي مراحل صعيبه كيدير التمارين باش انك يتسمى بحال السالم الممتنع، يعني هي راه صعيبه ولكن ملي كتشوف كيعزف كتسمى بحال راه كيدوزها. الحمد لله كتكون اجتهادات، وفي الاخير الحمد لله كتكون نتيجه زوينه بالنسبه لنا كل انسان، يعني كل فرد خدم المسائل ديالو كما ينبغي كيولي على ان يعني الشاف اللي غادي راسنا كيعطينا له ستيل كيفاش غادي نخدموا هذاك الشيء، ماشي انه غادي يوريك كيفاش تخدم انت راه خادم، ولكن لو ستيل كيفاش مثلا هاد البلاصه فيها بيانو يعني اللي بصوت قليل شويه ميزو فورتي فورتي، يعني باش يعطيك واحد الحماس ديال هذيك القطعه كيفاش دايره كومبوزيتور كيفاش باغيها توصل للاذن الموسيقيه. We'll be right back.
البيج باند كانت واحد الوسيله واحد الوسيله واحد فكره جميله باش نستقطبوا طلبه جدد في هذه المواد هذو اللي هي كانت واحد الوقت منسيه وما ما تعرفها حتى شي واحد بريسك لي زليف اللي كتهضر ليا لا لا ترومبيت ما تعرفهاش الكونتر الباسون الهوبوا ما تعرفش هذه الالات هذه دابا حنا تنديروا لهم دي ماستر كلاس بعض المرات تنديرهم في الاقسام ديالهم وبعض المرات تنديروهم تنديرهم في فورم دو ديفلوبمون ارتستيك هنا عندنا في المعاد وتنجيبوا دي كلاس ديال السولفيج الدراري اللي باقي ما بداوش الالات ديالهم وتنوريو لهم هاد الالات وتن واحد العزف الجماعي ديال واحد الفرقه ديال البيج باند اللي عندنا في المعاد بالنسبه للريبيرتوار ديالنا كنديروا توسكو مودرن بالنسبه كنديروا دو جاز لاتينو تو بالنسبه للموسيقى الغربيه كامله وكاين فيها شويه دو ميكس ديال ما بين الكلاسيك والغربيه كذا بالنسبه للارانجمون الارانجمون ماشي ديالنا الارانجمون ديال العالميه حنا كنخدموا لي بارتيسو عالميين كيجيبوا كيجيبوا الاستاذ كيجيبوا لنا موزعين ماشي حنا كنوزعوا لشي حاجه التوزيع ديال ماليهم ديال سميتو حنا كنخدموا غير الموسيقى ونتمنوا نوزعوا حتى حنايا كاين ما يدار وانما نتمنى واش الله مستقبلا يكون هذا الشيء مزيان الدور ديال آلة الساكسوفون في المجموعة كباقي أدوار الآلات كل آلة كتكون عندها اختصاص ديالها على حسب القطعة واش كيكون فيها سولو بالنسبة لآلة الساكسوفون أو لا كتكون عندها العزف كباقي المجموعة كيكون عاوتاني سولو عند آلة أخرى على حسب القطعة هاد المجموعات الاوركستراليه هي ملي دارت كان اول حاجه خصنا نفكروا فيها هي ان شاف دوركستر دونك كل مجموعه قلبنا على ان شاف دوركستر اللي هو نتمكن في هذيك الماده مثلا موسيقى اندلسيه تناخذوا استاذ موسيقي متمرس عنده واحد التجربه كبيره مثلا كان عندنا استاذ العمارتي دابا بدينا تجربه جديده مع استاذ الحراط اللي هما مقيدومي الموسيقى الاندلسيه وعندهم واحد تجربه كبيره غنيه وعندهم تجربه حتى في التسيير فرق موسيقيه حيت ما خصكش غير تكون عندك معلومات وانما حتى كومون لي بارطاجي مع لو جروب لو طرافي كومون تاني جيري ان جروب اللي هو فيه 20 30 بيرسون سي با فاسيل دونك خصك يكون عندك داك يكون عندك واحد التجربه في هذا الدومين هذا
هذا الجوق مؤسس منذ أن أسس المهد، كانوا عدة أجواق تتعاقب على التسيير الموسيقي من خلال كل سنة، والأساتذة الذين يديرون أو يسيرون الجوق يتبدلون كل حسب رغبته أو حسب اختصاصه. فهذه السنة أسندت لي مهمة تسيير الجوق الأندلسي، باعتبار أنه المعهد يحتوي كذلك على جوق في الموسيقى الموشحات الأندلسية الشرقية، وجوق في الموسيقى الغربية أو الكلاسيكية أو السنفونية، وجوق في الموسيقى العربية. وهذه السنة الحمد لله سنة 21-22 أسند لي السيد المدير رئاسة المجموعة الموسيقية للطرب الأندلسي. المجموعة تأسست سنة 2018 بطلب من السيد المدير السيد سمير تميم. بطبيعة الحال ملي لقى كاين واحد الإقبال على الغناء العربي في قسم الموشحات خصيصا، وبدينا الحمد لله بدينا بالموشحات العربية، انتقلنا بدينا كنوعوا بطبيعة الحال، كنديروا الغناء العربي بصفة بشكل عام، وكنحاولوا نديروا إضافات من ناحية ديال التوزيع، من ناحية ديال لف الغناء ولا في الآلات يعني في العزف في الموسيقى. بالنسبة للتمارين عندنا كنتمرنوا جوج مرات في الأسبوع، كنتمرنوا الأربعاء والجمعة، كنتمرنوا ثلاثة سوايع في كل حصة عندنا من 5 إلى 8، زين كتكون كافية بطبيعة الحال يلاه باش نقدروا نشوفوا كاع بطبيعة الحال الريبرتوار اللي عندنا. Thank you.
عندنا ريبرتوار الحمد لله كبير اللي درناه من ديك السنه من ديك الوقت حتى لدابا. كاين اللي فيه اللي كيبقى بشكل تقليدي وكاين اللي فيه توزيع بطبيعة الحال. كنحاولوا ما امكن نديروا نجددوا ولكن نحاولوا على القالب بطبيعة الحال. كاينين الحمد لله ملحنين اللي حضروا معنا جاو درنا لهم اضافه الشغل ناخذينها بطبيعة الحال في الاراء ديالهم واستحسنوا الفكره واستحسنوا الاداء اللي كان ديال المجموعه. المجموعة اللي تنترأسها فهي مجموعة فيها طلبة ديال أغلب فيها طلبة ديال السلك الثاني والثالث وفيها بعض الأساتذة مؤطرين. احنا تنديرو أو ميم طون لا ميوزيك أغاب أون جينيرال ماروكان أغاب كلاسيك وتنديرو عندنا ريبرتوار كلاسيك دونك لو نيفو روكي عند الطلبة خص او موان يكون عندو واحد ان بون دوزيام سيكل يكون عندو واحد التقنيات واحد الكفاءات لان القطع اللي تنختارو ماشي سهلة ماشي دونك خص واحد المهارات واحد التقنيات. والريبرتوار اللي تنديرو هو متنوع وحنا تعمدنا اننا في هاد السنوات الأخيرة خدمنا بزاف على لو ريبرتوار ماروكان. We'll be right back.
بالنسبة للفرق الموسيقية هي كنعتبروها شخصيا يعني أنها هي نتاج لذاك التكوين النظري، لأنه التلميذ أو الطالب ملي كيتكون في المادة اللي هو متخصص فيها من غير مادة السولفيج، يعني مادة السولفيج راه بوحدها الآلات الموسيقية، إلى إلى ما إلى ما إلى ما برش مواهب من خلال مثلا نعطيه فرصة أنه يعزف جماعة. هذا هو الهدف، أننا يكون عندنا منتوج اللي خارج من المؤسسة، لأن المؤسسة تكون، والتكوين شنو هو المسار دياله؟ هو أننا بغينا نعرفه شنو كوننا، لأن في التقييم فائدة، ولا بغينا نقيموا هذا المستوى ديال هاد التلاميذ اللي كيتكونوا في هاد المؤسسة، كنولجوهم لهادو الفرق الموسيقية اللي كنعطيهم تحت رئاسة أساتذة محنكين اللي هما غادي يعاونوا الوليدات باش أنهم يعزفوا مثلا قطع موسيقية. كنعطيو الوليدات بالبروميراني إن شاء الله، كنبداو السولفيج، كيقراو السولفيج السنة الأولى، السنة الثانية كيبداو الانستريمو الآلة ديالهم، وكل تلميذ كيختار الآلة اللي بغا على حسب المستوى ديالو داكشي. من بعد كيجيو كيتعطرو في السولفيج، من بعد كيجيو عندنا كنبداو معاهم السنة الأولى السنة الثانية، وكندخلوهم للمجموعات. كل مجموعة كتمشي لعند الفرقة ديالها، كاين الفرقة العربي، كاين الفرقة الأندلسي الموشحات، حنا عندنا الفرقة ديال الأرموني آلة النفخ بالنسبة للكلارينيت ساكس ترومبون باس البيركيسيون. من بعد كنأطروا هاد الوليدات وكنبقاو نديروا معاهم قطعات موسيقيه صغيره باش يتعلموا باش يدمجوا، من بعد ان شاء الله يكونوا موسيقيين ذو مستقبل في المغرب ان شاء الله بحول الله. كندرسو كلارينيت ثلاث مرات في الأسبوع، كنديرو دروس على حسب المستوى، السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة إلى المستوى الثامنة. وبعد من فوسط الأسبوع كناخدو من وقت باش كنديرو لهم هاد لي زونسومبل مادة الكلارينيت باش يعرفوا شنو الدور ديالهم، شنو هو الدور ديالهم، شنو مادة الكلارينيت، شنو هو الدور الكلارينيت في الأوركسترا، باش كيكتشف بزاف د الحوايج في سميتو في الموسيقى. Oh,
تفكير فردي في القسم كيديروه في فلسطين قدام الجمهور كيتعلموا يواجهوا الجمهور ويوقفوا فلسطين لان الفنان هو الخشبه وكيتعلموا يدافعوا على المنتوج الفني ديالهم ويعرضوه بواحد الشكل اللي هو احترافي يعني هذا هو علاش مديروا هذه الفرقه وفي نفس الوقت كيمرنوا فيها المنتوج ديالهم ديال الدراسي. انها بغيتها تكون سبيسيال وفيها لي فام 100% ماشي كنجلجو لي زوم ولكن الفكره خاصها تكون مميزه بين النساء ديالها نساء مغربيات وبغيت نقدم واحد ليماج على المراه المغربيه انها قادره تكون شاف دوكاست تكون عاسفه تكون يعني ما تكونش تكون انديبوتنوت صراحة اختيار الأشخاص واختيار الآلات تهما ولكن بالنسبة لي أنا باقي كنتسناو يتحقوا بنا آلات وترية آلات هوائية ونطوندون إن شاء الله احنا مع بعضياتنا وحتى المقصو كنختارهم على أساس الآلات اللي كاينين وحتى المستوى ديالنا اللي كنقول انا متوسط لا باس به لاننا باقيين كنطمحوا اننا نكونوا ان شاء الله احسن من هكا ولا في انتظار الاحسن احنا مهم حطينا الخطوه الاولى.
الفرقه الموسيقيه داخل المعهد الموسيقي هذه تعد هو القلب النابض ديال المعهد، لان المعهد الموسيقي بدون فرقه موسيقيه ماشي معهد موسيقي. اذا المعاهد الموسيقيه عرفت في الاونه الاخيره واحد النهضه جد ممتازه وجد راقيه، وطبعا وبتكريس من مديريه الفنون ومن وزاره الثقافه مشكوره على هذا المجهود. فتم تاسيس تقريبا الان انا ندوي معك بكل صراحه في جميع المعاهد، ماشي معهد مولاي رشيد، في جميع المعاهد الطلاب قدام تلقاي جوق ولا جوق جوج الاجواق. معهد مولاي رشيد عندنا جوق ديال الموسيقى الاندلسيه، هذا الجوق ديال الموسيقى الاندلسيه اللي هو من ضمن الاهداف ديالو، الاهداف ديالو هو الحفاظ على هذا الموروث الثقافي، الموروث الثقافي اللامادي طبعا ديال الموسيقى ديال الاله اللي حنا كمغاربه تنفتخروا بها وتنعتزوا بها، ويضم نخبه من الاساتذه ديال الموسيقى الاندلسيه وايضا من الطلبه، لان الهدف من الجوق ماشي الهدف ربحي، نحن نسعى الى الاهداف الربحيه، بل الهدف من الجوق هو انك تتخلق واحد المشتل، واحد الفضاء لهذوك الطلبه اللي تقراو عندك الموسيقى الموسيقى بصفه عامه، تتخلق لهم واحد الفضاء فين ممكن يمارسوا. ديال الاعضاء ديال الفرقه من الكونسيرفاتوار من اساتذه وطلبه، حنا عندنا اساتذه وطلبه، حنا كنطعموا هاد الطلبه هادو كنشجعوهم وكن نعطيهم الملاحظات في التمارين وهذه باش يحتكوا تاهما معانا حنا وباش تاهما يتكونوا كذلك، لانهم في نفس الوقت كيدرسوا وفي نفس الوقت عندهم مستقبل باش يتخرجوا باش تاهما يكونوا يعني خلف لخير السلف. الجوق الفكره ديالو بدات تقريبا في 2014، اسسنا الجوق من الاذن ديال السيد المدير نبيل الشراط من اللي تسمى هنايا، كان ما كاينش شيء ودخل ودرنا اسسنا الجوق وتمسنا واحد العام، والوزاره حبدات الفكره ودعمت هذه الفكره هذه ودعمت الناس ديال الجوق، وبدينا كنتمرنوا كل عام،
كان الرئاسة ديالو كانت كل بالتناوب أساتذة كياخذوا ديال المعهد كياخذوا الرئاسة ديالو. الجوخ متكلف بالموسيقى الأندلسية. مشاهدينا هنا كتنتهي حلقتنا اليوم، كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا، تعرفتوا على المجموعات الموسيقيه التابعه للمعاهد الموسيقيه المغربيه. لنا لقاء الشهر المقبل بحول الله. بقيه اوقات ممتعه، ولاعاده مشاهده حلقتنا زورونا على الموقع الالكتروني snrt.ma. السلام عليكم.